ونبقى في أجواء الفن، فصوت جميل وفي نظرتها معان طفولية بريئة تهوى الغناء، وهي ابنة الفنان الكبير الراحل أحمد رياض. نعم، هي فنانة شابة تتسم بروحها المرحة وبالابتسامة التي لا تفرق محياها. معنا الفنانة الجميلة رحمة رياض. صباح الخير رحمة. صباح الخير رحمة، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير عليكم وعلى قناة دبي وعلى جمهور قناة دبي. أنا أصلا متعودة على هاي الشاشة، قطعت عليها فترة طويلة. نعم. 3 شهور أنا كنت أطلع على قناة دبي، فمتعودة. فأنت من أهل البيت. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا رحمة. وتصريحا والدي اسمه رياض أحمد. رياض أحمد. رياض أحمد. نعم طبعا، نحن بنوجه شكر للمعدة منى وبنصحح لها هذه المعلومة، وأيضا نتمنى أنك يعني تكونين أو نتمنى لك إقامة طيبة هنا في دبي رحمة، وسعداء جدا أولا لوجودك ويانا. حتى أنا سعيدة أني أكون وياكم، وهي تقريبا أول إطلالة من بعد فترة طويلة. فترة غياب. نعم. ليش غابت رحمة؟ يمكن لاني ما كنت متواجده اساسا في الامارات، يعني عرفت شلون؟ وكنت بعدين قاعده احضر اغنيتي اللبنانيه اللي هي خلصنا من كلمات انور مكاوي والحان محمود عيد، ومؤخرا نزلت لي اغنيه خليجيه بعد من كلمات رياض العوض والحان بدر الدوازي. الفترة الأخيرة كنت متواجدة في لبنان ومن ثم البحرين، يمكن كان لك نشاط في الآونة الأخيرة صح؟ ايه، هو الشغل أساسا كله يعني هسه ببيروت. نعم. تدرين الصيف هناك لازم لازم نسوي انه الشغل هسه ببيروت لازم على مود الصيف. طبعا. حكينا شوي عن تجربتك رحمة في ستار أكاديمي 7، كيف كانت؟ وحكينا عن الأشياء اللي حصلت وياكم بعد وراء الكواليس، يعني أيضا الجمهور حاب يعرف بعض التفاصيل. يعني شوفي، هو البرنامج يمكن اللي يريد يقدم عليه لازم يكون جريء ويكون عنده قوة تحمل انه ينحبس بهالبيت. نعم. بس هو بيت شلون يقول لك، يعني كل شيء فيه مريح، يعني ممكن انت ما تتعبين، يعني كل شيء متوفر مضبوط. فالشيء اللي تعبك هو بس انه انت تكونين خايفة انه انت تطلعين مبكر ولا هاي. نعم نعم. وراء الكواليس تصير هواي أشياء، يعني تصير مشاكل، تصير سوالف، مواقف طريفة أكيد. نعم. بس إجباري، لأنه أنت هذول الناس يمكن أول مرة تتعرفين عليهم، فإجباري راح يصير في تاتش، في ضحك وفي لعب وفي بتشي وفي هواي أمور. نعم. جميل. رحمة خلصنا، هو جديد رحمة صح؟ صح. نقدر نسمع منه؟ أوكي. أسمعكم مو غلطتان الخليجية؟ أوكي. نعم. هذا اللي فالح فيه دايم يبي ناجيه، خذها علي عادة يزعل وانا ارضيه، مو غلطته والله مني الخطا كله، دلعت بزيادة بس ما يبين فيه، هذا اللي فالح فيه دايم يبي ناجيه، خذها علي عادة يزعل وانا ارضيه. جميل. يا سلام. يعني رحمة، نحن مثل ما نعرف الفنان الكبير الراحل رياض أحمد هو والدك، فهل فينا نقول أو نقدر نقول إن رحمة جابت هذه الموهبة أو ورثت هذه الموهبة من والدها؟ إيه أكيد. يعني أول شيء أنا يمكن لأنه كنت صغيرة لما توفى والدي، فبس ما كنت أعرف إنه أنا أعرف أغني، يعني نعم. إلا بعد وفاته بثلاث أيام يعني. نعم. اكتشفت انه انا اغني، وما اكتشفت انه انا الله عندي صوت حلو. اهلي يعني هم اكتشفوا هذا الشيء بي، بس انا كنت احب، يعني احب اسمع، احب اغني. واحنا على فكره مو بس انا اغني، احنا تقريبا العائله كلها ما شاء الله. بس الوحيد اللي احترف بعد والدي هو أنا. نعم. رحمة، طريق الفن مو سهل مثل ما الواحد يتوقع، يعني الناس تشوف الفنانة وهي طالعة حلوة والكل ما حولها حلو، لكن أنا لو بسأل عن البرنامج اللي شاركت فيه منذ البداية، يعني هل واجهت صعوبات، يعني وهل هذه البرامج تفيد 100% الفنان وتدعمها؟ يعني شوفي، هي تفيده بس مش 100%، لأنه البرنامج
يعني ممكن يهتم فيك لفترة معينة ويشهرك ويسوي لك قاعدة جماهيرية كبيرة، بس بعد البرنامج لو أنت ما اشتغلتي على نفسك كل ممكن هذا اللي بنيتيه من جمهور ومحبة ينهد. ناس وتشجيع كله يروح ينتهي، ولا كأنك طلعتي على التلفزيون ولا كأنك انعرفتي من الأساس يعني. وأكيد تواجهين صعوبات بعد البرنامج لأنه أنت تكونين بمحط اهتمام وفجأة كله يروح يختفي البريد كله والبهرجة، تحسين نفسك بروحك؟ لا لازم في تعب، لأنه في تعب صح؟ دائما في تعب. فيعني المحظوظ إن يمكن يعني أنا أهلي هواي ساعدوني. أهلي هواي كانوا داعمين إلي ودائما وياي ودائما، وأكو ناس بعد مخفيين أنا ما أحب أحكي عنهم يعني ما أحب أذكر أسماء وراء الكواليس طبعا كلهم حتى لا ينحسدوني يروحون علي. والجمهور أيضا رح نساعد الفنان الجمهور أكيد طبعا. يعني رح أقولك على شغلة، كنت أنا صديق لي هسه قاعد نحكي عماد قاعد يقول لي لا تنسين تشكرين الفانز. قلت لا يعني هذا اهم شيء، يعني هذا الشيء الوحيد المستحيل انساه هو الفانز، مستحيل دعم الجمهور المعجبين والمعجبات. رحمه خلنا ايضا نرجع لي جديدك، خلنا شوي نتكلم عن الالبوم الجديد. شو ابرز الاغنيات اللي موجوده فيه ومعنو من الفنانين تعاملتي؟ يا ريت انه قاعده اسوي البوم او احضر البوم. لا انا قاعده انزل سينجلز كل سينجلز. اوكي يعني خلصنا راح لبنانيه، الكليب راح ينزل ان شاء الله يعني بدايه شهر 6 على قناه عراقيه، ومو غلطتها ان شاء الله يا حتتصور بدبي يا ببيروت. طب وليش مش البوم؟ يعني ليش اخترتي انك يعني تذهبين الى السنجلز في البدايه وبعدين ممكن تفكرين في الالبوم؟ لانه انا قاعده اشتغل يعني وحدي يعني انا يعني انا المنتجه واني انا اللي قاعده ادير اعمال نفسي يعني. فصعب اني اشتغل على البوم وحدي، وتعرفي يراد لها بجت كبيره طبعا يعني. جهد كبير ايضا. رحمه نبغى نسمع شيء. شو تسمعون؟ تسمعون خلصنا ولا تسمعون خلصنا شيء؟ لانها جديده نسمعها. نعم خلصنا. خلصنا وما فينا نكفي هيكي وبزياده بيكفي، جرحنا بعض وقسينا وبعد ما عرفنا شو اللي بيشفي. خلصنا وما فينا نكفي هيكي وبزيادة بيكفي، جرحنا بعض وقسينا وبعد ما عرفنا شو اللي بيشفي. والله بأسف أنا عليك، تبطل حبيبي وبطل ليك، صعب الهوى معنا سوا، صدني أحسن إلا هيك. خلصنا وما رح فينا نكافي. يا سلام. على فكره استوني قاعده من النوم لا عادي بالعكس بالعكس رحمه صوت جميل. خلنا شوي نتكلم ايضا عن مشاريعك رحمه، يعني انتقائك للاغاني اكيد فيها الكثير من يعني مثل ما قالت مريم، الطريق طريق الفن مو بطريق سهل، يعني طريق مليء بالامور اللي ما تكون في الحسبان، فكيف تتقبلين النقد في هذه الحالات؟ يعني شوفي اول بدايه كنت ازعل يعني ازعل من اي نقد، ازعل من اي مثلا ملاحظه، بس هسه خلاص تعودت يعني انت ما دام حطيتي بواجهه انه انت الناس راح تتابعك بكل تفاصيلك يعني باللبس بالشعر بالمشيه بالحركات، فصحيح لازم اكون حذره شوي، بس انا جدا عفويه واني يعني هذا شوي قاعد يفوتني بمشاكل عفويتي الزايده يعني، بس هو اصلا الطريق صعب وما اقول لك يعني ما تعبني، بس ما دام اني حابه هذا الشيء لازم يعني اقاوم. عندك هدف ان شاء الله وبتحققينه. لا لازم ان شاء الله. رحمه شو رايك بالمطربه او الفنانات الحين قاموا يروحون للتقديم؟ هل ممكن نشوف رحمه مثلا مقدمه برامج؟
والله شوفي نعرف على أي الموضوع بس ما أدري لا يعني هو الفكرة لحد الآن مو واردة بس إذا برنامج فني يحكي عن الفن ويحكي عن الـ 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 يعني الغناء بشكل خصوصي ليش لا؟ ليش لا؟ لو يعني حالفت الحظ مرة أخرى وأنتي أوريدي خطي هالتجربة ولكن لو مثلا كان في ستار أكاديمي قادم وطلبوك هل بتعودين الكرة مرة أخرى من حكم تجربتك؟ آه والله رح أرجع ليش؟ أحبها يعني تعرفين هناك أكو كانت إلي ذكريات هواية ف أحب أرجع و حسين يعني هاي الايام ما راح ترجع تنعاد. ما تتكرر ما تتكرر بس وانت موجوده في البرنامج كنتي ايضا بنفس هالرغبه انك انت تبين تكوني موجوده ولا كنتي مليتي وتعبتي لا انا كنت حابه تطلعي انا يمكن الوحيده اللي ما مليت وما اريد اطلع والله وقلت لهم يعني يعني انتوا روحوا خلوني انا بالبيت حتى بعد البرنامج عادي بعد البرنامج راح اظل عادي نعم طب رحمة حد من اللي كنتي معاهم في البرنامج استمر وياك يعني كصداقة ايه اكيد طبعا كلهم تبيتي على تواصل وياهم ايه بس مو الكل يعني بس الأغلبية اكيد على تواصل لانه ما في ما تقدرين تنكرين 4 شهور من حياتك اكلتي وشربتي وياهم ونمتوا وقعدتوا سوية ولعبتوا سوية وبكيتوا سوية فصعب يعني انه نقدر ننسى هذا الشيء بيوم وليلة يعني نعم طب يعني خلنا بملخص يعني نتكلم عن مشاريعك المستقبلية وطموحاتك المستقبلية خاصة لدينا 20 ثانية على نهاية البرنامج تفضلي إن شاء الله عندي تحضيرات عندي كم حفلة يعني بالصيف ببيروت وبمصر إن شاء الله شوفي يعني هم لحد الآن مش مؤكدين يعني حتى نعم لأني أنا في طبع شحتي يخرب مو مشكلة إن شاء الله نحن نتريع أعمالك نحن كنا سعيدين بوجودك رحمة الفنانة الجميلة رحمة رياض شكرا لك وبالتوفيق شكرا لك وصباح السعيد إذا وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج